أفعال غريبة، هستيريا، أقوال وأصوات مخيفة. لا، هذا ليس جنون، هذا ما تعدى الجنون. حالات مخيفة نهايتها في الأغلب مأساوية. أشخاص في عالمنا ولكن أجسادهم يسكنها أهل العالم المظلم، جن، شياطين، أرواح شريرة، أو هكذا يقال. وبين الحقيقة والخيال لغز من ألغاز العقل البشري عجز أكبر العلماء عن حسمه، وجدل خلق آراء علمية ودينية ستصدمكم. والسؤال دوما، جلسات طرد الأرواح الشريرة ما حقيقتها؟ هل حقا ما يصيب هؤلاء الأشخاص هو المس الشيطاني؟ إيميلي روز فتاة، أو ما تبقى من فتاة، قتلت على يد أقرب الناس لها، والديها، والسبب المس الشيطاني. أغلبكم يعرف أن إيميلي هذه هي بطلة الفيلم الشهير الصادر عام 2005، فيلم الرعب The Exorcism of Emily Rose، الذي يحكي قصة فتاة تعرضت لأكثر من 65 عملية طرد أرواح خلال سنة واحدة، وكانت نهايتها الموت جوعا وتعذيبا. فماذا لو أخبرتكم أن هذا الفيلم هو مبني بالكامل على قصة حقيقية، ولكن الفتاة الحقيقية هي فتاة ألمانية تدعى أنيليس ميشيل، الفتاة الشابة التي أسلمت الروح عن عمر 23 سنة، تعرضت لمختلف عمليات التعذيب الجسدي، وقصتها تقشعر لها الأبدان، وستعرفونها بالتأكيد في سياق الحلقة. قصة هذا الفيلم ناقشت موضوعاً جدلياً بامتياز على مختلف الأصعدة، المس الشيطاني وطرد الأرواح الشريرة. ما حقيقة هذه الظاهرة أو الممارسة القديمة قدم الزمن؟ هل هي من وحي الخيال أم أن هناك واقع آخر نحن نجهله؟ هذا ما سنعرفه في حلقتنا هذه. خذوا نفسا عميقا ولنبدأ. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناة الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. طرد الأرواح الشريرة أو المس الشيطاني، ويعرف عالميا بإكسورسيزم، هو عملية طرد الشياطين أو الجن أو حتى الأرواح من جسد شخص ممسوس باستخدام تعاويذ وترنيمات وعبر طقوس وشعائر خاصة. هذه الممارسة ليست وليدة العصور الحديثة، بل هي متجذرة منذ القدم في مختلف الديانات، ولا تاريخ محدد لظهور هذه الممارسة، بل نجد لها ذكرا في التوراة والإنجيل وكتب الهندوس والبوذيين وغيرهم. وبالطبع الإسلام له حصة في هذه الظاهرة، وسنتناول كل هذا بالتفصيل لاحقاً. إلا أن أول ما يمكن اعتباره وثيقة رسمية تنظم هذا العمل صدرت عام 1614 من الفاتيكان. قام البابا بول الخامس آنذاك بوضع ما أسموه طقوس طرد الأرواح أو Rites of Exorcism، بغية تنظيم هذه الممارسة التي انتشرت آنذاك بطريقة كبيرة وخرجت من أيدي الكهنة. الهدف كان تنظيم هذه الممارسة ضمن طرق محددة بعد التأكد من أن الحالة المعروضة هي فعلاً لمس شيطاني. والكاهن الذي يريد تطبيق عملية الطرد يجب أن يكون مخولاً من ممثل البابوية في منطقته. هذه التعاليم تمت مراجعتها والتصديق عليها مجدداً من الفاتيكان عام 99، والسبب ارتفاع الطلب على عمليات طرد الأرواح الشريرة، وما زالت هذه التعاليم قائمة إلى يومنا هذا. فكرة المس الشيطاني وعمليات الطرد المصاحبة لها ألهبت مخيلة العديد من الكتاب، فصدرت الكتب التي تناولت هذا الموضوع إن كان من الجانب الواقعي أو الجانب الخيالي. وعلى سبيل المثال للحصر The Devil You Know للكاتب مايك كاري، وكتاب American Exorcism للكاتب مايكل كونيو. وبالطبع أرواح وشياطين ورعب هي مادة دسمة لصناع الأفلام، فصدرت أفلام The Last Exorcism و The Rite، وكما ذكرنا سابقاً The Exorcism of Emily Rose، وغيرها المئات من الأفلام التي كانت ممارسة طرد الأرواح الأساس لها. الملفت في الأمر أن أغلب هذه الأفلام تعلن عن نفسها أنها مقتبسة من قصة حقيقية، والواقع أنه فعلاً القصص موجودة، بل هناك المئات من قصص طرد الأرواح المعروفة والغير المعروفة تغزو مواقع التواصل الاجتماعي ومن قبلها الوسائل الإعلامية المختلفة، بعضها حقيقي والبعض الآخر لا أحد يعلم. فيما يلي سأستعرض بعضا منها، خذوا نفسا عميقا واستعدوا لهذه المحطة المرعبة.
إحدى أشهر قصص المس الشيطاني وطرد الأرواح هي قصة الفتاة الألمانية أنيليس ميشيل، والتي كما ذكرت سابقاً بني على أساسها الفيلم الشهير The Exorcism of Emily Rose. هذه الفتاة تعرضت لأول نوبة عندما كانت في 16 من عمرها، وتم تشخيصها آنذاك بالصرع، وبالطبع أعطيت الأدوية المناسبة. إلا أنه على مدى 4 سنوات ساءت حالتها أكثر، وبدأت بسماع أصوات داخل رأسها ورؤية أشكال شيطانية تأمرها بقتل نفسها. بالطبع لجأ الأهل مجددا إلى الأطباء الذين قاموا بإعطاء الفتاة أدوية مغايرة وبجرعات أكبر، إلا أن الأمر لم ينجح. ومع تزايد حالتها سوءا أصبحت الفتاة ومن خلفها عائلتها مقتنعين بأنها ممسوسة من قبل روح شريرة أي شيطانية. وبغية تخليصها من عذابها قصدت العائلة الكنيسة لتحضير جلسة لطرد الأرواح. في البداية عارضت الكنيسة الأمر، إلا أنه بإلحاح الأهل وبمساعدة كاهنين تم الحصول على الإذن من الأسقف المحلي عام 75. بدأت عمليات طرد الشياطين، وبالطبع توقف الأهل عن الاستشارة الطبية. خضعت الفتاة الممسوسة ل 67 عملية طرد خلال سنة واحدة، توقفت خلالها عن الأكل والشرب حتى وصل وزنها إلى ما يقارب 30 كيلوغرام، وأصيبت بكسور في الركبة نتيجة الثني الدائم لأكثر من سنة متواصلة. فلتعتقدون أن الشيطان خرج؟ للأسف لا، بل روحها هي التي خرجت نتيجة سوء التغذية والجفاف الشديد، لتموت الفتاة عن عمر 23 سنة. السلطات تحركت وألقت القبض على الوالدين والكاهنين، ولكن العقوبة كانت بسيطة لأن القتل كان غير متعمد. خلال المحاكمة أبرز الكاهنان تسجيلات وصور وصفت بالمرعبة، تظهر تغير شكل الفتاة خلال الجلسات، وأصوات غريبة تخرج من فمها تتحدث باللاتينية وبلغة أخرى غير مفهومة. إلا أن المحكمة لم تأخذ بعين الاعتبار هذه التسجيلات، لتصبح قصة الفتاة أنيليس ميشيل أشهر قصص المس الشيطاني وعمليات الطرد حتى يومنا هذا. إحدى أشهر جرائم القتل البريطانية وأشهر مجرميها ارتبطا ارتباطاً وثيقاً بممارسات طرد الأرواح الشريرة. مايكل تايلور، الرجل الذي قتل زوجته بوحشية مرعبة عام 74، فالرجل قتل زوجته بيديه فقط، ممزقاً عينيها ولسانها ونصف وجهها على الأقل، ليقوم بعدها بخنق كلبهم ويخرج إلى الشارع عارياً مغطى بالدماء. حقاً مرعب، أليس كذلك؟ ولكن الأغرب من هذا كله أن مايكل لم يكن يعلم ما الذي يفعله، وفي المحاكمات تم إثبات الجنون عليه، ولكن ما تكشف خلال المحاكمة هو الصادم. قبيل مقتل زوجته خضع مايكل لعملية طرد أرواح شريرة في الكنيسة التي يتبع لها، بعد أن كانت تصرفاته ونوبات غضبه قد زادت عن حدها، ما حدا بالقيمين على الجماعة أو الكنيسة التي يتبع لها تجهيز هذه الجلسات. وبالفعل بدأت الجلسات، وبحسب الكهنة الذين ترأسوا جلسات طرد الأرواح فإنهم استطاعوا إخراج 40 شيطانا على الأقل خلال الجلسة، إلا أنهم أصيبوا بالإعياء والتعب، فسمحوا للرجل أي مايكل بالذهاب إلى بيته، وهم موقنين بأن 3 شياطين ما زالت تسكنه، شيطان الجنون، شيطان القتل، وشيطان الوحشية بحسب ما قالوا. فهل وجدتم الرابط بين الجلسات والجريمة المروعة؟ بالطبع أودع القاتل مصحة عقلية بعد إثبات حجة الجنون عليه لسنتين، ومن ثم سجن في سجن مشدد الحراسة قبل أن يتم إطلاق سراحه بعد سنتين. عاد الرجل وتصدر الأخبار عام 2005 بعد تحرشه بمراهقة. بعد أسبوع من حبسه بدأ تايلور الذي حاول الانتحار 4 مرات سابقاً بإظهار نفس العوارض التي سبقت قتله الوحشي لزوجته، ما حدا بالسلطات إلى إعادته لمرحلة العلاج النفسي. هل تظنون أن المس قد أصابه من جديد؟ من يدري؟ عام 2010 جريمة قتل بحق طفل في 15 من عمره هزت العاصمة البريطانية لندن أيضاً. فبحسب البي بي سي فإن القاتلان هما شقيقة الصبي وزوجها المنحدران من جمهورية الكونغو الإفريقية، والسبب أنهما اعتقدا أن الصبي مسكون بالشياطين ويزاول السحر الأسود. وبحسب الشهود فإن الصبي تم تعذيبه ل3 أيام متواصلة من قبل شقيقته وزوجها باستخدام السكاكين والعصا الخشبية والمطرقة بغية إخراج الشياطين منه بحسب اعتراف القاتلين. وبحسب التقرير الذي ورد في أكثر من موقع،
الصبي توسل لمعذبيه أن يسمحوا له بالموت كي يرتاح من العذاب، وفي نهاية المطاف عثر عليه ميتاً في حوض الاستحمام غرقاً، وأثار التعذيب واضحة عليه. في عالمنا العربي العديد من هذه الحالات، بل جولة واحدة فقط على مواقع التواصل أو حتى على القنوات التلفزيونية المخصصة لهذا الأمر تظهر مدى التعمق لهذه الظاهرة. في واقعة حدثت في مصر، إحدى الفتيات البالغة 20 من العمر لقيت حتفها بعد أن قام المعالج الروحي كما يسمي نفسه بتعريضها لصدمات كهربائية بغية علاج المس الشيطاني، بعد أن جزم أهلها أنها ممسوسة إثر تعرضها لمرض نفسي. هذا ليس كل شيء، فأيضا ومن دون ذكر أسماء، قام شخص سعودي بعملية طرد شياطين أو كما تعرف عربيا وإسلاميا بالرقية على فتاة مغربية في فرنسا، والطريقة كانت الخنق لإخراج الجن من المرأة المتلبس بها، والنتيجة مقتل المرأة وحبس الرجل مؤبدا، وغيرها الكثير والكثير من القصص التي تستطيعون التعرف عليها ببحث بسيط على الإنترنت. إذن من التجارب التي سبقت نجد أن الظاهرة تتعدى مجتمع أو ديانة واحدة، ولكن الملاحظ هنا أن الطقوس المتعلقة بها أو الأساليب المتبعة في هذه الحالات تتنوع في مختلف الديانات، لكل ديانة طريقة متبعة، وهذه محطتنا التالية. نبدأ مع الإسلام، حيث تظهر هذه الممارسة وبقوة، وتحتل الرقية الشرعية المرتبة الأولى في هذه الممارسات، وتليها عمليات فك المس وطرد الشيطان وغيرها. عادة تكون العملية باستلقاء الشخص الممسوس، في حين يكون الشيخ أو الراقي كما يسمى واقفا فوق رأس الشخص، واضعا يديه على رأسه مرددا آيات من القرآن الكريم. وفي بعض الأحيان يتم استخدام ماء زمزم ونوع خاص من العطر الخالي من الكحول يسمى عطار، إلا أن هذا الأسلوب ليس بالضرورة الأسلوب المتبع. بحسب الباحثين والكاتبين في علم الاجتماع ألين القريناوي وجون جراهام، فإن عملية طرد الشيطان باستخدام القرآن تنقسم إلى 3 مراحل. المرحلة الأولى إزالة أي أمر محرم من الغرفة التي ستتم بها العملية، مثل أدوات الموسيقى، الصور، الحلة الذهبية وغيرها، بغية السماح للملائكة بالدخول بحسب المعتقدين بهذه الممارسة. يخبر بعدها المعالج أهل الممسوس أن كل شيء يحدث بمشيئة الله تعالى. المرحلة الثانية، يقوم الشيخ المعالج بتحديد ما إذا كان الشخص ممسوسا أم لا، وبالطبع سيدخل في حوار مع الروح لتحديد ما إذا كانت من الجن أو الأشباح أو الشياطين أو غيرها، ليعود الشيخ ويسأل الشخص الممسوس عن الأحلام التي تراوده ومشاعره خلالها، ويقوم بعدها الشيخ بتطهير نفسه والغرفة والأشخاص المتواجدين تحضيراً للمرحلة الثالثة والأهم. تبدأ عملية الطرد الفعلية بقراءة سور من القرآن الكريم كالفاتحة والبقرة وآية الكرسي وغيرها، وبالطبع كل شيطان أو جن أو روح لها من الآيات والسور ما يخصها. من الممكن استخدام العسل والماء المقدس أي ماء زمزم لتطهير الشخص الممسوس من الداخل والخارج من الخطايا. وفي سياق الحلقة سنصل إلى رأي العلماء المسلمين الصريح في هذه الممارسات. في المسيحية لا وجود للجن، بل الشياطين والأرواح الشريرة، حيث تم ذكر الشياطين أكثر من 200 مرة في الإنجيل، بل وأكثر من ذلك ذكر في الإنجيل وفي أكثر من موضع مواجهة المسيح للشياطين وإخراجهم من أجساد الممسوسين بعبارات وقصص منقولة. في المسيحية يتم إجلاس الشخص الممسوس على ركبتيه، وفي بعض الأحيان ربطه في حال تعذر السيطرة عليه. بعدها يبدأ الكاهن الموكل بهذه العملية وبحضور أهل الشخص الممسوس بقراءة مقاطع من الإنجيل مختصة في هذه الممارسة، وبالطبع حاملا الصليب الذي يجزم المسيحيون أن الشياطين تهابه. أيضا يتم رش الشخص الممسوس بالماء المقدس لتطهيره وإخراج الشيطان منه، بعد أن يكرر الكاهن الطلب من الشيطان الخروج من جسد الشخص باسم الرب. اليهودية أيضا لها نصيب في عمليات طرد الأرواح الشريرة. الحاخام اليهودي يهودا فطايا قام بتأليف ونشر كتاب باللغة العبرية ترجم لاحقا إلى اللغة الإنجليزية بعنوان Mentioned يهودا، مخصص لعمليات طرد الأرواح، حيث يذكر تجاربه مع الأشخاص الممسوسين
ويذكر بعضا من تفاصيل العملية في الفكر اليهودي. تنفذ العملية من قبل حاخام متمرس في الكابالة العملية، وبحضور مجموعة من 10 أشخاص يطلق عليهم اسم المنيان. هذه المجموعة تجتمع على شكل دائرة حول الشخص المستهدف، مرددة الجزء 91 من سفر المزامير 3 مرات. يقوم بعدها الحاخام بالنفخ في الشوفار، أي في قرن الكبش. النفخ في الشوفار يتم بعدة نغمات بغية خض القوة التي تلبست الشخص وجعلها ضعيفة، ليعود بعدها الحاخام ويبدأ بالتواصل مع هذه القوة لتحديد ماهيتها وسؤالها عن سبب تلبسها لهذا الشخص. وفي المقابل تقوم مجموعة المنيان بتلاوة صلوات وإقامة مراسم خاصة لجعل الروح المتلبسة تشعر بالأمان لمغادرة الجسد. الأمر لا يقتصر على الديانات السماوية 3، بل يتعداها إلى ديانات أخرى. ففي البوذية مثلا، الأمر يعود إلى بدايات البوذية القديمة، وتتم العملية على يد أحد الكهنة المختصين بهذا الأمر. فيقوم الكاهن البوذي بترديد ترانيم ومقاطع من البالي كانون، وهي مجموعة الكتب التي نصت فيها المعتقدات والصلوات البوذية مع بعض المراسم الخاصة كحمل المشاعل وأيضا رش المياه على الشخص الممسوس. ظاهرة طرد الأرواح الشريرة لها أهمية خاصة في المعتقد البوذي، وخاصة في منطقة التبت، حيث يخصص اليوم 29 من الشهر 12 التبتي لهذه الظاهرة، ويسمى بجوتور. في هذا اليوم يكون كل التركيز على طرد الأرواح الشريرة من مختلف الأماكن وما تحمله من طاقة سلبية، ويطرد معها الحظ السيء من العام السابق. وبذلك يمكن للأشخاص معتنقي هذه الديانة البدء بعام جديد ومشرق. تقاليد هذا اليوم المقدس تبدأ بحلقات الرقص الديني الكبيرة التي تعقدها الأديرة والمعابد في مختلف أرجاء التبت، ويقوم الناس بتنظيف منازلهم خصيصا في هذا اليوم مع تزيين الغرف، ويتبعه تناول حساء مخصص لهذا اليوم يسمى جوثوك. وفي المساء يحمل الناس مشاعل مرددين كلمات التعاويذ الخاصة بطرد الأرواح الشريرة بما يشبه عملية طرد شياطين جماعية. الهندوسية ترتبط ارتباطا وثيقا بتعاويذ وتراتيل طرد الأرواح الشريرة، وبالأخص أن هذه الديانة تؤمن بإمكانية تلبس الشيطان أو أي روح شريرة لجسد الشخص. التعاويذ مذكورة في كتبهم المقدسة 4، وبالطبع يطردون الشياطين والأرواح الشريرة بترديد هذه التعاويذ وأسماء الآلهة المقدسة عبر رجل دين وبصوت عال لإخافة هذه الشياطين وحثها على ترك الجسد الممسوس. في الطاوية يتم المس الشيطاني لسببين: الأول أن الشخص أزعج شبحا أو روحا لأي سبب كان، وبالتالي الشبح أو الروح الشريرة تسعى للانتقام، أو أن شخصاً آخر يشعر بالغيرة من هذا الشخص فيقوم باستخدام السحر الأسود لجعل روح شريرة تتلبس الشخص الآخر لتبدأ بعدها عملية طرد هذه الأرواح الشريرة. يقوم بهذه العملية الفاشي، وهم ضباط طقوس صينيين وكهنة طاويين حصراً، فيقومون بترديد صلوات خاصة وتعاويذ مع بعض الحركات المخصصة لطرد الأرواح. يقوم الفاشي في بعض الأحيان بضرب أنفسهم بآلات حادة لإظهار شجاعتهم للروح الشريرة وإجبارها على الرحيل. ومن ثم يجمع هذا الدم الذي يعتبر مقدس ويوضع أمام البيت الذي يتواجد به الشخص الممسوس، وفي بعض الأحيان أمام بيوت القرية التي يتحدر منها هذا الشخص بشكل عام لمنع عودة هذه الأرواح مجددا. غريب، ولكن إذا أثارت هذه الطقوس والممارسات وما سبقها من تجارب وقصص استغرابكم، فما بالكم بما ستسمعونه على لسان أهل العلم والمعرفة هنا محطتنا التالية. شياطين وأرواح شريرة، لغات غريبة وأصوات لا علاقة لها بالجسد الذي تخرج منه. إذن أمر خارق للطبيعة يحدث، والعلم كالعادة بالمرصاد. ولكن الوضع هنا اختلف، فمع أن أغلبية أهل الاختصاص والعلم ينفون ما يسمى بالمس الشيطاني وما يرافقه من عمليات طرد للشياطين وما شابه، إلا أن أصواتا بارزة خرجت عن الإجماع العلمي لتشكل صدمة لدى من يبحث ويقرأ في هذا المضمار.
في مقال مطول تناول هذا الموضوع، نشرت CNN مقالا يتحدث عن الرأي الآخر للعلم فيما يتعلق بظاهرة المس الشيطاني وما يرافقها، وعلى رأس هذه القائمة الدكتور ريتشارد جالاهر، الطبيب النفسي المشهور والمحاضر في جامعة كولومبيا والكلية الطبية في نيويورك. قصة هذا الطبيب الذي اشتهر باسم مستشار طاردي الأرواح فعلا غريبة. القصة على لسان الطبيب بدأت بعدم إيمانه بما يسمى المس الشيطاني والطرد وغيرها، رغم أنه من عائلة كاثوليكية متدينة تؤمن بوجود الشياطين وقدراتها المخيفة، إلا أن الدكتور وبحكم دراسته وعمله كان ينفي تماما هذه الظاهرة، حالها كحال الظواهر الخارقة الأخرى. فهو رجل العلم، ولكن حادثة واحدة قلبت الموازين وجعلت من رجل العلم مستشارا لطاردي الأرواح وأحد أبرز الوجوه التي يمكن أن تشهدها في هذه الممارسات. بل وباعتراف الكاهن جاري توماس أحد أشهر طاردي الأرواح في الولايات المتحدة، فإن الدكتور ريتشارد شخص محترم في هذا المجال، وهو بنفسه يطلب مشورته ومساعدته في جلسات طرد الشياطين كلما دعت الحاجة. هذه الحادثة تتعلق بامرأة تدعى جوليا بحسب الطبيب. هذه المرأة المنتسبة إلى إحدى مجموعات عبادة الشيطان قصدت الكاهن المحلي طالبة منه تخليصها من الشيطان الذي استحوذها وجعلها تحت إرادته، الأمر الذي أخافها وجعلها عاجزة عن اتخاذ القرارات الصحيحة. الكاهن حولها إلى أحد المختصين بطرد الأرواح الشريرة الذي بدوره حولها إلى الدكتور ريتشارد بمعرفة ما إذا كانت تعاني من مرض نفسي. بعد الفحص والجلسات تبين للطبيب عدم وجود أي مرض نفسي لدى هذه الفتاة، وبذلك اتجهت الأنظار إلى جلسات طرد الشياطين. بدافع الفضول حضر الطبيب الجلسة التي غيرت حياته. تم تحضير الكنيسة التي ستجري بها العملية وأحضرت الفتاة. تبدأ هنا الغرابة. أنصتوا جيدا. مع بدء الكاهن بقراءة مقاطع الإنجيل بدأت الأشياء بالتطاير من على الرفوف أمام أعين الحاضرين والدكتور من ضمنهم، ليليها الأصوات المخيفة المتحدثة باللغة اللاتينية. أما الطبيب فتلقى صدمته الأولى عندما أخبرته جوليا أن أمه توفيت بسبب سرطان الرحم، وأنه في الليلة التي سبقت الجلسة قطتان يقتنيهما الطبيب في منزله دخلتا في عراك جنوني دون سبب. هذا ليس كل شيء. بحسب الدكتور ريتشارد وما ذكره في مقال آخر نشر في واشنطن بوست، فإن جوليا استطاعت الوصول إليه حتى مع كونها بعيدة آلاف الأميال. كيف؟ أنصتوا جيدا. في إحدى المكالمات التي كان يجريها الطبيب مع الكاهن المسؤول عن حالة جوليا ومن دون سابق إنذار، سمع الرجلان أحد الأصوات العميقة المرعبة التي صدرت من جوليا خلال إحدى الجلسات عبر سماعة الهاتف. الطبيب لم يخف بحسب قوله، ولكنه أحس بالغرابة. ومنذ ذلك الحين وطيلة 25 عاما أصبح الدكتور ريتشارد من المؤمنين بموضوع المس الشيطاني، رغم أنه يقول أن المس من الحالات النادرة، وأنه في معظم الحالات يقوم بإقناع المرضى أنهم غير ممسوسين، إلا أنه يعود ويؤكد وبالمشاهدات أن هذه الظاهرة وعمليات طردها أمر واقع لا محالة. الدكتور مارك ألبانيز هو الآخر طبيب نفسي معروف وصديق للدكتور ريتشارد. الدكتور مارك أيضا من المؤمنين بوجود هذه الظاهرة، وقد نشر مقالة في The New Oxford Review يدافع فيها عن مبدأ الدكتور ريتشارد، مؤكدا أن علم النفس والأطباء النفسيين ما زالوا يجهلون الكثير حول العقل البشري ومكنوناته. بعض الأطباء لم يتمكنوا من حسم رأيهم وما زالوا في حالة من التشكيك بين صحة موضوع المس وطرد الشياطين من عدمه. أحد هؤلاء الأطباء يدعى جيفري ليبرمان، طبيب نفسي متخصص بحالات انفصام الشخصية. بحسب ما ورد في موقع CNN فإن الدكتور جيفري لم يكن يفكر إطلاقا بهذا الموضوع، بل ويعتبر أنه من الغباء مجرد التفكير فيه، حتى صادف الحالة التي أرعبته بحسب وصفه. بحسب الدكتور أنه طلب منه بمرافقة معالجة العائلة النفسية لمتابعة حالة فتاة تعتقد أنها ممسوسة. حاول الطبيب وزميلته معالجة الفتاة لأشهر ولكن دون جدوى. ولكن خلال العلاج حدث أمر لا زال الطبيب إلى اليوم غير قادر على تفسيره. يقول الطبيب أنه كان يعود في المساء إلى منزله ليتفاجأ بالأضواء تنطفئ من تلقاء نفسها، والصور واللوحات تسقط عن الرفوف، وبصداع قوي يصيبه حال عودته من جلسات العلاج. الغرابة ليست هنا، الغرابة في أن الطبيب ذكر لزميلته ما يحدث
ليتفاجأ بأنها هي الأخرى تمر بنفس الأمور تماماً دون أي تغيير وفي نفس الوقت. مرعب. يقول الدكتور جيفري أنه بسبب ما حدث لا يستطيع القول أن المس الشيطاني غير موجود، ولكن بنفس الوقت ليس لديه دليل يثبت وجوده وصحة عمليات طرد الأرواح الشريرة. في المنقلب الآخر تبرز الآراء المعارضة التي ترفض هذه الفكرة تماماً، وعلى رأسهم طبيب الأعصاب والبروفيسور في كلية الطب التابعة لجامعة يال ستيفن نوفيلا. ففي أكثر من مقابلة أكد الدكتور ستيفن على عدم وجود ما يسمى بالمس الشيطاني، وأن عمليات طرد الأرواح الشريرة هي عمليات نصب واحتيال. فيذكر مثلاً أن المريض المقتنع بأنه ممسوس من الشيطان قد يحفظ جملاً باللغة اللاتينية ويقوم بترديدها بأصوات مختلفة، ويتساءل لماذا لا يتم الحديث مع ما يدعي بأنها روح شريرة بنفس اللغة، ويقول بأن ما نشهده من أفلام حول هذه العمليات هي تمثيل ممل ولا معنى له. وبالطبع ينتقد كل المعالجين والأطباء النفسيين الذين برأيه يزيدون من حالة المريض سوءا بتأكيدهم لإدعاءاته الوهمية. وبالطبع غيره الكثير من العلماء والأطباء الذين يرفضون هذه الفكرة ويعتبرونها ضربا من ضروب الخيال والكذب. هذا كان رأي العلم من الجهتين، فماذا عن رأي الدين؟ وبالأخص أن كل المعالجات تتم باستخدام مقتبسات من مختلف الكتب الدينية. هنا محور نقطتنا التالية. نبدأ مع الرأي الإسلامي. ففي حين نجد ذكراً للرقية الشرعية في مختلف المذاهب والمراجع الإسلامية استناداً إلى الأحاديث النبوية المتواترة والواردة في كبار كتب المسلمين، فإن الجدل حول موضوع المس الشيطاني أمر آخر. في هذا الموضوع نجد رأيين لكبار علماء المسلمين. الرأي الأول يقول بأن المس الشيطاني أو تلبس الجن موجود استناداً إلى الآية من سورة البقرة، بسم الله الرحمن الرحيم: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي ذلك بحسب رأي هذا الفريق واستناداً إلى تفسيرات بعض كبار المفسرين، فإن المس الشيطاني يحصل والطريقة الوحيدة لشفائه هي بجلسات الرقية الشرعية التي تلتزم بما ورد عن الرسول الأكرم عليه الصلاة والسلام وبآيات القرآن الكريم فقط، ودون ذلك من تعاويذ وطلاسم وجمل مبهمة المعنى يعد شركا بالله ونوع من أنواع السحر المحرم. الرأي الآخر يقول بأن الجن موجودين ومذكورين في القرآن الكريم، ولهم سورة كاملة باسمهم في القرآن، أي سورة الجن، إلا أن الشيطان ومن خلفه الجن لا سلطان لهم على الناس، فهم لا يستطيعون تلبسهم كما يدعي البعض أو أذيتهم بشكل مباشر، بل لا يتعدى الأمر أن الشياطين توسوس فقط للبشر وتحثهم على المعاصي. مؤيدو هذا الرأي يستندون على آية من سورة إبراهيم، حيث يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. بالطبع القائمين بهذا الرأي يؤكدون على أهمية الرقية الشرعية في حالات الحسد والعين التي ذكرها القرآن، إلا أنهم يعتبرون جلسات طرد الأرواح والجن بالإجمال كذب وتدجيل لا أكثر، والحالات التي تعتقد بأنها ممسوسة هي حالات مرضى نفسيين تستوجب العلاج النفسي فقط لا غير. في المسيحية الأمر واضح، الجن لا وجود لهم، لكن الشياطين موجودين كما ذكرت سابقا. وكما هو واضح من خلال ما ذكرناه، فإن عمليات طرد الأرواح الشريرة يجب أن تحظى بغطاء الكنيسة وموافقتها، ويجب أن تتم تبعا لما وضعه الفاتيكان من قواعد لتنظيم طقوس طرد الشياطين. والأمر سيان بالنسبة لليهودية التي تعترف بالجن والشياطين على حد سواء. وبالطبع تجيز هذه الممارسات بشرط أن يقوم حاخام متمرس فقط في هذا المجال بتأدية الطقوس التي ذكرناها سابقا. وأنتم أصدقائي، ما رأيكم؟ وإذا سنحت الفرصة لكم، هل عندكم الجرأة لحضور إحدى هذه الجلسات بشكل مباشر؟ إذن أصدقائي، هذا بعض مما استطعنا الوصول إليه حول موضوع المس الشيطاني وأساليب طرد الأرواح الشريرة، موضوع إذا ما أردنا التوسع به فإننا سنحتاج إلى حلقات مطولة لمناقشته لما فيه من التساؤلات المختلفة. وانتظروا آراءكم أنتم في التعليقات، هل فعلا المس الشيطاني موجود؟
أم أنه أحد الأمراض النفسية التي لم يستطع العلم إيجاد دواء لها إلى الآن؟ وماذا عن جلسات طرد الأرواح الشريرة في مختلف الديانات؟ هل هي فعلاً الدواء الناجع لتخليص الممسوسين إن صح التعبير من مأساتهم؟ أم أنها إحدى طرق النصب والاحتيال والقتل غير المتعمد والتي تنم عن جهل كبير في أغلب الأحيان؟ وبين مؤيد ومعارض من أهل العلم والاختصاص يبرز السؤال الأهم، هل سيتمكن علماء النفس وأطباء الأعصاب وربما علماء الدين يوماً من فك جزء من ألغاز العقل البشري لمعرفة حقيقة المس الشيطاني من عدمه؟ الله وحده يعلم.